لا نتحدث عن لاعب أو مدرب أو إداري، بل نروي قصة شخص يرافق الفريق منذ أكثر من 20 عاما. لاعبون ومدربون تبدلوا وبقي هو ناظم دراوشي، عامل صيانة في فريق أبو علي كسال، يحمل صفات عديدة أبرزها الأمانة والتواضع. جميعهم ذهبوا وبقي هو، جميعهم تبدلوا ولا يزال هو. تقرير الأسبوع يتناول من زاوية خاصة عامل الصيانة فيها أبو علي كسال ناظم دراوشي، والذي يتواجد مع الفريق منذ عام 1998. 22 سنة زي تقولوا من بارح بلشت بالفريق بسرعة، السنين تمشي والأشهر تمشي بسرعة والأيام بسرعة. يعني في كل يوم أنت تبدأ من هنا؟ من هون بلش. ترتب اللاعبين، تجهز المكان؟ طبعا بحضر الوعي اللعيبة والشغلات اللي تسيودها للمدربين قبل ما يوصل اللعيبة، كل شيء جاهز. فيش حدا جاي يبدل لي، يعني فيش حدا جاي يقول أنا استعد غير اسمح لك، فأنا بس أنا مستمر بالشغل لحد ما يجي واحد يقول لي أنا خلاص في العافية بدي أستلمح لك. كم إدارية بدلت خلال هذه الفترة وإدارات في أبو علي كسال؟ مش متذكر بالضبط، أما فوق العشر إدارات. فوق العشر إدارات. جميعهم ذهبوا، لاعبين تبدلوا، لاعبين اعتزلوا، مدربين أقيلوا واستقالوا، وحتى هذه اللحظة أنت هنا في الفريق. طلع هو زي بالمدربين طبعا، في مدرب فيش نتائج بتتغير، اداره مش ناجحه بتتغير، اما انا عشان ناجح بشغلي واللعيبه بتشهد على شيء، كل الناس بتشهد على شيء ناجح بشغلي واستمر الشغل. افضل لاعب تقيمه خلال هذه الفتره؟ اللاعبين كثير، بس انا بتذكر افضل لاعب اللي هو حافظ بتقول مدرب ايمن خلايلي وسامن ريح. أنت أقرب شخص إلى غرفة الملابس. نعم. جميع أسرار فريق أبو علي كسال ناظم خلال هاي الفترة كان. طلع في أسرار، بس أسرار يعني بطلعهاش برا داخل الفريق، لأن أنا ما بحترم الإدارة وإدارة بتحترمني وبحترم اللعيبة. في أشياء ممنوع تتخبر لبرا، ضابط داخل الملعب. كثير صفة مهمة الأمانة، إنك أنت تيجي بيحملها بيحملها بكل معنى الكلمة. عشان هيك هو من 98 هو أبو علي كسال، وأنا متأكد إن كان بيجي مش بس الإدارة الموجودة بيتغيروا 10 إدارات، مع إنه مر عليه كثير إدارات. أول إشي ما بغيروش ناضي عشان الأمانة اللي أنت حكيت عنها. حتى لما نطلع عليه بكل شيء منظم مع ورقة مسجل كل إشي، شو لازم شو كل هي بحاجة، حتى الشغلات البسيطة الصغيرة بتلاقيها مع ناظم. موقف تتذكره خلال المسيرة؟ موقف اتذكر كل ما نلعب باختبارات مع طرعان، بس في لعيب نكسال اكل هواء وطرعان ما ضلوش الطابه، هجمه اجيت انا ضربت الطابه، انزل الحكم بدل ما يطلع اني انا اطلع مين، اطلع مدرب وسام مريح طلع بركه الملعب، فكر هو اللي زت الطابه. عرقلت يعني مسيرة لا اللعيبة ضربش جمهور، بس ما هاي يعني قبل 10 سنين يعني أكثر. كم تبقى لناظم للتقاعد؟ أنا اليوم عمري 50 سنة، قد يعني قد الله يعطيني الصحة والعافية بضل أشتغل في الإكسال حتى أقول يعني ما بقدرش أشتغل، خلاص جيب واحد ثاني. جملة، يعني هناك أشخاص خلف الكواليس تعمل عشرات السنوات. الفريق موجود. كل فريق موجود. فين حسن حبايب اللي هو في عنده مشكلة حتى بالنطق، اللي موجود بعرارة من يوم ما يعني صار لي بالفريق من جيل 17 سنة لليوم. نعم. 58 سنة يعني. 41 سنة بالفريق اللي موجود هذا بالفريق 24 ساعة. أولا أنا كمان عزيز منصور أبو الفريق. أبو الفريق عزيز. نعم. يعني بالطبع سنتحدث عنهم بتقارير مستقبلية. سعيد بصور رئيس إدارة فريق مكابر، نشكرك جزيل الشكر، وأيضا بدر جوجاه رئيس إدارة فريق عرعرة، وأيضا عبد المنان التيتي أشكرك جزيل الشكر. وإلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة، على أمل اللقاء بكم بحلقة جديدة. إلى اللقاء.